بيقول لي ايه؟ ها اول جمله تو دارس وير ايه؟ فور. ايه اول حاجه هستنتجها من هنا؟ السم السبيس. جميل، معاك 30 ثانيه، كل واحد يكتب السم سبيس. وتعلمنا نكتب السم سبيس ازاي؟ هنكتبه ازاي السم سبيس؟ على كم لاين؟ وما بين كل لاين والتاني نسيب ايه؟ هنسيب ايه؟ لاين فاضي. يلا اتفضل. بيقول لي ايه؟ تعالى نكمل. ايه؟ ها اكس على مين؟ ايه الشكل ده؟ ايه الشكل اللي عندي ده؟ الشكل ايه؟ اوردر بير، تمام كده؟ A و B. ومين هي الاكس؟ راندوم فاليو، مش كده؟ بيقول لي ان الاكس على الاي والبي هتديني مين؟ ماكس. يعني ايه ماكس؟ ماكسيمم فاليو، خلاص؟ لمين؟ للاوردر بير، تمام؟ طيب مين الاوردر بير ده؟ هل اي اوردر بير عندي في الماك؟ رجع بعد كده قال لي ايه؟ ان الاوردر بير ده ماله؟ تمام؟ ايه هو الديفينيشن اوف ذا راندوم فاريبل؟ اللي هو الماكينج الماكينج اوف الجينز اللي عندي من السم سبيس للريال سبيس. بيحولي من فين؟ بيحولي من فين لفين؟ من السم سبيس للريال سبيس. فاكرين هنا احنا قلنا الايه؟ الديفينيشن للراندوم فاريبل، ده الاساسي ان انا اعمل ديفرنشيشن ما بين الراندوم فاريبل والايفنت، عشان لما يجي لي في الامتحان في المساله تبقى فاهم، عشان تقدر تفرق لازم ابقى فاهم الكونسبت. محدش يجي يسالني في الامتحان يا ترى يا دكتور هو ده ايفنت ولا راندوم فاريبل، لازم ابقى فاهمه الديفينيشن. الراندوم فاريبل الديفينيشن الاساسي بتاعه ان هو ايه؟ فانكشن او ماكن. كنا بنقول ان هو من فين لفين؟ من اس لار. يعني ايه من اس لار؟ كنت بقول الديفينيشن ايه؟ فور افري سمول اس بيلونجز تو كابيتال اس ذير اكزيست اكس اوف سمول اس بيلونجز تو مين؟ للار. يعني ايه فور افري؟ يعني ايه فور افري؟ يعني كل element موجود في مين؟ في السامبل سبيس. يعني اذا الاكس دي هل هتدخل على حبه element في السامبل سبيس ولا على كل element في السامبل سبيس؟ كل element. كل element في السامبل سبيس تعمل فيه ايه؟ تحوله لايه؟ لريال فاليو، مش كده؟ طيب الاكس هنا اهي هتدخل على مين؟ على كل اوردر بير في مين؟ في السامبل سبيس. ايه؟ هنا في الايه؟ في السامبل سبيس بتاعي ده تطلع لي منه الايه؟ الماكسيمم فاليو بتاعه. طيب هل هتدخل على حبة elements في السامبل سبيس ولا على كل element؟ كل element. جميل، تعالى نخش أول أوردر بير عندي أهو الإكس بتاعتي هتدخل عليه تطلع لي منه ايه؟ ماكسيمم. جميل، مين الماكسيمم عندي هنا؟ ها؟ 1 1 فين الماكسيمم؟ امال انت بتقوليها ايه؟ 1 1 2 فين الماكسيمم فاليو هنا؟ 2 فين الماكسيمم فاليو هنا؟ 3 ها؟ 4 اللي بعدها؟ 5 بعدها؟ 6 بعدين؟ انقل على اللاين اللي تحتي فين الماكسيمم فاليو هنا؟ 2 اللي بعدها؟ 2 3 4 جميل. عرفتوا ليه من اول او من ثاني اسبوع في الترم انا كنت بصمم ان السامبل سبيس بتاع throwing two dice يتكتب بالشكل ده؟ تخيلوا بقى لو كنت سبتكم تكتبوا السامبل سبيس بالطريقه الهمجيه بتاعتنا، ها كنا هنعرف نطلع الجزء ده بالشكل ده قدامكم
تاخد منكم قد ايه عشان تكتبوا لي الماكسيمم على كل ايليمنت هنا دلوقتي؟ 20 ثانية؟ يلا افصل، معاكم 20 ثانية. أول حاجة أنت الفاليو عندك مثلا زي الفاليو 2
اتكررت ولا ما اتكررتش؟ اتكررت. لما انا جيت كتبتها هل كتبتها ثلاث مرات ولا بكتبها مره واحده؟ ليه؟ لان انا كتبت رينج في صوره ايه؟ ست. فخلاص الالمنت بيتكتب ايه؟ مره واحده. طب لما جيت اكتب الالمنت كتبتها ايه؟ ها؟ مترتبه ولا مش مترتبه؟ خلي بالك هنا بقى وانت جاي تكتب الرينج بتاع الاكس اكتب كده نوت عندك وانت لما تيجي تكتبها في الامتحان اقف كده وقول ايه دكتوره مرة قالت لي رتب الفاليوز بتاعت الاكس ان اسندنج اوردر رتبها ترتيب تصاعدي اكتب هنا ايه حط ملاحظه لنفسك هنا كده لما تيجي تكتب الفاليوز بتاعت الاكس قول ايه دكتوره مرة قالت لي ايه رتبها ترتيب تصاعدي اوعى تنسى الملحوظه دي طب ليه دكتوره مروه قصدها تغلس علينا؟ اكيد ليه ايه؟ في هدف هنعرفه بعد شويه هو عشان خاطر لما نيجي ايه؟ نعمل الجراف بتاع مين؟ سي دي اف بتاعت السي دي اف تمام؟ لما تيجي تعمل الجراف بتاعت الايه؟ بتاعت السي دي اف خلاص؟ لو انت ما رتبتش الفاليوز بتاع الاكس هتبص تلاقي ان الجراف بتاع السي دي اف بتاعك ايه؟ طالع ونازل وطالع ونازل اصبح ده بالنسبه لي ايه؟ فيل مستيك خطا فاضل لان السي دي اف دي عباره عن ايه؟ كوميونيتيف فانكشن داله تراكميه انا بجمع كل اللي قبلها فلما اجمع ينفع وانا بجمع الاقي القيم بتاعي بعدين تقل؟ ينفع؟ المفروض انها دائما في ايه؟ بتزيد انت بقى بتعمل ايه؟ ما بتاخدش بالك من الحته دي تقوم تزود وبعدين ايه؟ تنقص خلاص؟ فاحسن لك وانت بتحل ايه؟ رتبها تصاعدي عشان تبقى ايه؟ تخلي بالك عشان تطلع معاك ايه؟ تطلع معاك اوتوماتيك داله ايه؟ تزايد خلاص؟ في مشكله في الكلام ده؟ طيب اجي هنا ابص على الفاليوز بتاعت الاكس على الرينج بتاع الاكس از ات فاينايت or infinite. يعني ايه finite؟ countable اقدر اعد الفاليوز دي 1 2 3 4 5 and so on. طب طالما هما finite يبقى الفاليو يبقى الاكس هنا ايه؟ ايه التايب بتاعه؟ يبقى التايب هنا is a خلاص يبقى بقول هنا تايب خلاص؟ طب هتفرق في ايه يا دكتور؟ هتفرق في الرولز اللي هنستخدمها. طول ما التايب بتاعي ستيل يبقى البي دي اف السي دي اف ستريت واستخدمهم او رول الايه؟ ستريت. ستريت اللي هي ايه؟ استخدم الايه؟ سميشن. طب لو كانت الاكس كونتينوس استخدم الايه؟ انتجريشن. في مشكلة في الكلام ده؟ تعالوا بقى نجيب الايه؟ البي دي اف. اجي هنا بس عايزة افرق الايفنت. فاكرين الايفنت؟ كان ايه الديفينيشن بتاعه؟ يعني معناته ايه؟ باقي حبة elements زي ما هم من الايه؟ السامبل سبيس لكن انتوا واخدين بالكم ولا هنا عملت ايه في السامبل سبيس؟ باخد كل الم تحوله لايه؟ لرقم صح؟ باخد كل الم تحوله لايه؟ لرقم طيب هسال سؤال ينفع الراندوم فاليو يظهر لي فيه نيجاتيف فاليوز؟ الراندوم فاليو ينفع يظهر فيه نيجاتيف فاليوز؟ ليه؟ ايه؟ اللي بيقول لي انه بروبابيلتي مش ايه؟ ليه مش مقصور ما بين الزيرو والباقي؟ ليه الباقي؟ ليه الباقي؟ فينفع يظهر لي فيه نيجاتيف فاليوز وينفع يظهر فيه زيرو وينفع طبعا يبقى فيه فاليوز ايه؟ بيجر كان 1 فالراندم فاريبل هنا الايه؟
ده اللي هينفع يظهر لي فيه ايه؟ نيجاتيف وزيرو وفاليوز بيجر ايه؟ بيجر ذان 1. فده الفاريبل ما هواش probability وما هواش probability function. خلاص؟ ده الحاجة الوحيدة اللي ايه عندي؟ ما هواش probability function. خلاص؟ إنما أول ما أدخل على البي دي اف، البي دي اف أول حرف منها ايه؟ ها؟ هي اختصار كلمة ايه؟ probability. density function يعني رجعت تاني رديت لمين؟ للبروبابيلتي، يعني رجعت تاني اتحصلت ما بين فين وفين؟ 0 و1. 0 وال1. والسي دي اف معتمد على مين؟ البي دي اف. على البي دي اف، يعني رجعت تاني برضه رديت لمين؟ للبروبابيلتي، يعني رجعت تاني واحصلهم ما بين كام وكام؟ 0 و1. 0 وال1، يعني خرجت شويه من البروبابيلتي ورجعت ايه؟ رجعت لها تاني، خرجت في حاله الراندوم فاريبل ورجعت لها تاني مع الايه؟ مع البي دي اف والسي دي اف. وصلت الفكره؟ عشان بس وانت بتحل في الامتحان لازم تبقى فاهم ومفرق انت بتحل في ايه. ها؟ ما تجيش على الراندوم فاريبل وتقول لا ما ينفعش يظهر فيه نيجاتيف. بعدين تطلع لي النيجاتيف في البي دي اف. ها؟ لازم نبقى صاحيين كده واحنا ايه؟ نشتغل. تعالى بقى نطلع البي دي اف. طلع الجيفن اللي في المسألة. شوفوا الجيفن قد إيه؟ طب كل ده يا دكتور معلوش درجات؟ عليه درجات طبعا. وبالتالي حضرتك وأنت بتحل ما ينفعش تعمل له سكيبنج. ما ينفعش تنط لي على البي دي إف مباشرة. لازم تمشي لي إيه؟ المسألة إيه؟ ستيب باي ستيب، خطوات. وإلا حضرتك هتجيب لي البي دي إف منين؟ خلاص؟ فكل ستيب أنت بتتكلم عليها إيه؟ عليها درجة. نيجي بقى للحاجات اللي ايه؟ الريكوايرد. البي دي اف. اللي هي اف اوف اكس. ايه الديفينيشن بتاعها؟ اللي حافظ اللي عارف الديفينيشن هيحلها في 2 ثانية. ايه التعريف للبي دي اف؟ او البروبابيلتي دنسيتي فانكشن. ها؟ برافو عليك. هي probability انه random variable يساوي الفاليوز بتاعها. خلاص؟ طب ايه هي الفاليوز بتاعة الراندوم variable يا دكتور؟ احنا كاتبينها هنا. طب تعالى نكتبها تاني فوق عشان ما ننساش. ادي الفاليوز بتاعة الراندوم variable او الرينج بتاع الراندوم variable. اهو. تمام؟ احيانا البروبابيلتي دنسيتي فانكشن بيسموها probability ماس فانكشن. وخلي بالك ان دي بتاخد الرمز ايه؟ سمول اف. تمام؟ وشايفين انا بكتبها ازاي؟ عشان ما حدش يقول لي حاجه ايه؟ ما هي سمول اهي؟ ما هي سمول اهي؟ لا دي كده بالكابيتال. السمول حضرتك اعملها لي كده برضه. لازم تاخد الكيرف ده. تمام؟ وانا قلت هننقش ايه؟ هننقش ايه؟ فرعوني اكس كابيتال اهي واكس سمول اهي. اتنين سي في ظهر بعض. خلاص؟ عايزه بقى نقش فرعوني بعد اذن حضرتك. انتوا كده ولا كده بتكتبوا هيروغليفي. فاظبطوا لي الهيروغليفي بتاعكم بعد اذن حضرتك. خلاص؟ تعال نشوف نبدا بقى نعمل الايه؟ السبستيوشن بالفاليوز بتاعت الايه؟ بتاعت الاكس. اول فاليو عندي في الاكس هي مين؟ 1. يبقى انا محتاجه اجيب مين؟ اف 1. مين هي اف 1؟ اعمل سبستيوشن في الرو. يعني انا عايزه probability انه اكس ايكوالز كام؟ 1. امتى اكس ساوت 1؟
ارجع بالي للسامبل سبيس بتاعك. ها امتى اكس اخذت 1 اهي؟ ده كان عند انهي اوردر بير؟ 1 1. هل في 1 ظهر الثاني؟ يبقى ده عايز مين؟ عايز البروبابيلتي بتاع الاوردر بير اللي اسمه ايه؟ 1 1. تمام؟ طيب الاوردر بير اللي اسمه 1 1 ده البروبابيلتي بتاعته هنا في السامبل سبيس ده كله كام؟ اتفهم؟ في مشكلة؟ نوقف الكتابة لحظة لحظة وهسيبك تحل الباقي، بس شوف أنا بحل إزاي، افهم الكونسيبت وهسيبك تحل الباقي كله بإيدك حالا، ما تقلقش. بس أنا مش عايزاك تنقل، أنا عايزاك تفهم دلوقتي. تمام؟ تعالى نحل واحدة كمان اللي بعدها، افهم مين؟ شوف أنا ماشية بالترتيب أهو. الفوف 2 يعني عايز مين؟ probability عايزه كل بيملين، بص على الزوز وملين. ها؟ x equals كام؟ 2. طيب هعمل ايه؟ هجري جري على مين؟ سامبل سبيس. اشوف امتى الاكس ساوت ايه؟ 2. اروح جري اهو. فين الاكس ب 2؟ ادي اهو ظهر لي واحد هنا. يبقى ايه؟ ادي اول اوردر بير اسمه ايه؟ 1 و 2. ها؟ 2 هل في 2 ظهر الثاني؟ انقل على اللاين اللي تحتيه، شايفين السهوله بتاعت اللاين؟ هنا 2 1 اكتب هنا اهي 2 1 وبعدها 2 2. هل في 2 ظهر الثاني؟ اقفل البراكت. ها؟ دول كام ايليمنت؟ البروبابيلتي بتاعتهم بكام في السامبل سبيس؟ فيها مشكلة؟ تقدروا تحلوا الباقيين؟ يا اديكم وقت قد ايه؟ انتوا قولوا. ها؟ دقيقة؟ ماشي؟ يلا معاكم دقيقة تحلوا الباقي. طب أنا عايزة أتشيك يا دكتور إن أنا إيه؟ ماشية صح. خلاص؟ هنا هوقف وعندي إيه؟ عندي تو تشيكس هعملهم. بما إن دي بي دي إف، فأول تشيك لازم إن كل الإف بتاعتي تبقى اكبر من او تساوي الايه؟ زيرو. الزيرو. فاجي ابص كده 1 over 36 3 over 36 اجي ابص على كل واحده الاقي انها بتحقق لي الايه؟ الشرط الاولاني انها ايه؟ اكبر من او تساوي الايه؟ زيرو. يبقى اول شيء ايه؟ تمام؟ يعني ما ينفعش ان واحده فيهم تطلع بالايه؟ بالنيجاتيف. تمام؟ طب الشيك الثاني ايكوال 1. ارجع تاني هنا الاكس بتاعتي ديسكريت ولا كونتينوس؟ ديسكريت. ديسكريت. يبقى الشيء التاني عندي هنا ان السم بتاعهم كلهم لازم يبقى ايكوال كام؟ 1. اجي اشوف السم هنا 1 بلس 3 ها 4 بلس 5 بلس 7 16 بلس 20 36 over 36 بكام؟ 1. طب لو كانت دي ايه؟ كنت هتلاقيهم ايه؟ 37 over 36 يطلع bigger than ايه؟ 1. than 1؟ لا يبقى في شغل ايه؟ في غلط. يبقى محتاج انك ترجعي ايه؟ تراجعي الايه؟ الالمنتس بتاعتك. تمام كده؟ يبقى ده الايه؟ ده التشيك بتاعي. طب لو كانت الاكس بتاعتي كونتينوس كان ايه التشيك اللي هعمله؟ ها؟ انتجريشن. ان الانتجريشن للاف اكس دي اكس كان لازم يساوي الايه؟ ال 1. طب حالة اذا كان الراندوم فاريبل بتاعي ايه؟ كونتينوس. تمام؟ في مشكلة في الكلام ده؟ خلاص؟ طيب أنا عايزة بعد كده أعمل إيه؟ جراف أرسمها. أرسمها إزاي؟ أخدتوا بالكم من حاجة؟ مش أنا كان ينفع أختصر دي 3 over 36 ينفع أختصر دي 9
عشان هي محصورة من 0 ل 1 صح. ديفولت بروجرامز ما ينفعش ايه؟ ما ينفعش تنزل تبقى نيجاتيف. وادي الاكس 1 2 3 4 5 6 اف اكس. انا عندي كومن ديلمينيتور كلها على كام؟ فايه؟ هقول انها ايه؟ كلها على كام؟ على 36. وخد هنا ايه؟ سكيل. اعمل سكيل. اتفق على حاجه يا باشمهندسين. انتوا ايه؟ عمار. مش كده؟ حتى لو مش عمار، هندسه. نتفق على حاجه. اولا الرسم لازم يبقى ايه؟ سكيل. ده رقم واحد. رقم اثنين ممنوع منعا باتا تبتلي ايه؟ ديسمال. ديسمال اللي هو الايه؟ البوينت. محدش يحط لي سكيل ديسمال ابدا. خلاص؟ هتحط لي ديسمال مش هبص في الرسم. انا هنا باخد ايه؟ smaller than 1.
الفانكشن عندي بكام؟ طب انا ليه كتبتها كده؟ عشان بس اعرف ايه؟ اعمل الجراف، فلازم بكتبها في صورة انترفال واحط الايه؟ واحط الفاليو بتاعتي. تمام؟ طيب الطريق الانترفال اللي بعدها ها بكتبها ايه؟ اكس من كام لكام؟ هنا ساوت ال 1 اهي. لكن اقل من كام؟ 2. لسه ما وصلتش لل 2، يبقى هنا بيتكلمني على كام؟ اف كام؟ سوا وصل عند كام؟ 1 ال 1 اف 1 بكام؟ ها؟ 1 اوفر كام؟ 1 اوفر 36. لا سيبني القلم بتنقلي حضرتك بتنقلي، انا عايزاكم تجاوبوا معايا الاول وبعدين الكلمه. اف 1 بكام؟ 1 اوفر 36. طيب الانترفال اللي بعدها اكس هتوصل لكام؟ 2. لل 2 اكتبها ازاي الانترفال هنا؟ ها؟ اكس هتبقى ما بين كام وكام؟ عايزه اسمع، لا انا مش سامعه. هنا هكتب كام؟ 2. واحط ايه؟ ايكوال. عشان خلاص انا ايه وصلت لمين؟ للتو. طب وهنا؟ 3. هل احط ايكوال؟ لا. يبقى هنا بتكلم عن ايه؟ اف اوف كام؟ 3. 2 اف اوف 2 بس؟ 2 1. انا بقول لازم اعمل ايه؟ كوميشن. يعني لازم ايه؟ اجمع كل اللي قبل مين؟ الاثنين. اللي قبل الاثنين. يبقى معناته هعمل ايه؟ هجمع ايه؟ اف اوف 1 بس كام؟ اف اوف 2. اف اوف 2 اللي هي كام؟ 1 اوفر 36 بس كام اللي بعدها؟ 2 اوفر 36 اللي هي كام؟ 4 اوفر كام؟ وقلنا اياك ايه؟ اختصر. اوعى نختصر. الانترفال اللي بعدها ها؟ اكبر من عشرة كام؟ اللي بعده هنا؟ 4. هتطلع هنا بكام؟ اف اوف 1 و اف اوف 2 ها؟ بلس اف اوف 2 بلس كام؟ 3. اللي هي تطلع بكام؟ 1 بلس 3 بلس 5 اللي هي بكام؟ اللي بعدها؟ 4 5 ها؟ بكام هنا؟ انا مش سامعه انتوا مش بتملوني فانا مش سامعه انتوا بتقولوا ايه. 16 بلس كام؟ 9 بكام؟ 25. واللي بعدها اخر واحده؟ اكبر من 6 لحد كام بقى؟ لحد كام؟ هتطلع بكام؟ 36 اللي هي بكام؟ 1. يبقى الاف اوف اكس دائما وابدا بتاعتي بتبدا بكام؟ 0. ولازم تخلص بكام؟ 1. لازم تبدا ب 0 تنتهي بكام؟ 1. يبقى هي برضه probability function ولا لا؟ محصوره ما بين كام وكام؟ 0 1. طب اجي ارسمها ازاي بقى؟ خدتوا بالكم من حاجه؟ لو الفاليو مش متركبه على السلم كنتوا هتعرفوا تركبوا الانترفالز هنا؟ هتنسوا، هتيجوا عند السي دي اف وايه؟ هتنسوا تركبوا، فهتيجوا تلاقوا الفاليوز مالها عماله ايه؟ بتزيد وتقل معاكم صح؟ هتنسوا انكم ايه تركبوا. هاجي ارسم السي دي اف بتاعتي برضه من على كام؟ ودي الاكس اهي.
نحسب السكيل هنا بقى اكبر شويه عشان هنا عندي 1 4 9 16 25 فهاخد كل خمسه. المقارنات
ده شغل الاكثر حاجه. كل اللي قبل كده البروبابيلتي اللي خدناها قبل كده ده كان ايه؟ تسليك زور. كنا بنلين مخنا عشان بقى نبدا ايه؟ نفتح اعضاءنا. خلاص؟ تمام الكلام ده؟ في حد لسه ما نقلش؟ ها؟ في حد لسه بينقل؟ طب معاكم دقيقة تخلصوا؟ لا؟ لسه لسه F of 1 F of 2 F of 2 ها دي اللي هي عبارة عن ايه؟ هتطلع ايه؟
بالون A minus 1 over 18 واللي بعدها A over بعدين A plus 2 أي الصم بتاعهم لازم تيجي اف يبقى انا عارفه ان الايه من سميشن على الاف اوف اكس لازم يساوي 1 يساوي 1 طب اعمل ايه بقى؟ لازم بكتب الروت لازم اكتبه خلاص عشان عليه ضرب اجمعي بقى وساوي لي بالايه؟ بالواحد لما اجمع دول كلهم على بعض اكتبوا انتوا بقى الستبس بالتفصيل وسايبه الايه؟ الدومينيتور زي ما هو. هيبقى عندي ايه؟ ايه 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 ايه؟ يبقى عندي ايه؟ 4 ايه؟ ده اختار مع ده يبقى بلس 2 اوفر 18 ايكوالز كام؟ 1 طبعا بلاقي الستبس بقى تبدا تظهر هنا. ان احنا بنكتب الليفت هاند سايد وننسى نكتب ان ده ايكوالز كام؟ 1 تبدا بقى تظهر المشاكل. أو بعد ما نوصل لهنا ننسى إن إحنا إيه؟ نعمل إيه؟ كروس مالتيبليكيشن. أعمل كروس مالتيبليكيشن هتطلع الـ إكس أهم بكام؟ تمام؟ هتطلع الـ إكس كام؟ إقفل بقى بعد إذنك مش هتطلع الـ إكس كام؟ بعد ما جيت هتطلع تبقى بنشالي كده، وبعدين نعمل إيه؟ نرجع نعوض تاني لمين؟ الفانكشن بتاعتي. أنا عندي P of X equals K هي عبارة عن مين؟ 4 K over 18 أو ممكن أعوض بيها هنا مباشرة من دي هتطلع كام؟ 3 over 18 4 over 18 طيب أنا أختصر؟ لا إيه وقت أختصر؟ الطلب الثاني بتاعه هو عايز مين؟ ايه بقى الستاندرد ديفيشن؟ اجيبه ازاي؟ ايه القانون بتاعه؟ الناس اللي فتحت الفيديو قوانين محفوظه عشان اجيب الستاندرد ديفيشن لازم اجيب الاول حاجه اسمها الايه؟ ميو مين المين اللي هو عباره عن مين؟ سميشن اكس اف اوف اكس وبعدين الفاليو اللي هو ايه؟ summation x square f of x minus u square وبعدين standard deviation بتاع اللي هو الفاصل square root مين؟ الفاريانس تمام؟ ده standard deviation ده الفاريانس ده الايه؟ المين طب في حالة الكونتينوس بدل السميشن هيبقى عندي ايه؟ integration طب هجيب الكلام ده ازاي يا دكتور في حاله الديسكريت اسهل حاجه عندي التاني ادي الاكس وهنا الاف اوف اكس وهنا اكس في الاف اوف اكس وده اكس سكوير في اف اوف اكس ايه الفاليوز بتاعت الاكس اللي عندك؟ F of X طلعناهم كام؟ 3 over 18 4 over 18 5 over 18 اعملي بقى الايه؟ X في F of X عشان اجيب ايه؟ الميو تمام؟ ده هيطلع ايه؟ خلاص طيب الجزء الثاني
x سكوير في الاف اوف اكس، يبقى هعمل ده سكويرنج واعمله 8 تايمز الاف اوف اكس، يبقى هنا 3 اوفر 18 0 كانت الصم بتاعهم هل ده كده؟ هل ده الفاريانس؟ ها؟ الفاريانس هو عبارة عن ايه؟ سميشن اكس سكوير اف اكس لسه ماينس مين؟ النيو سكوير، يبقى ده اللي أنا جبته ده إيه؟ ده أول جزء، يبقى ده 32 أوفر 18 لسه هعمل منه ماينس النيو سكوير ده يطلع لي الإيه؟ الفاريانس. لما تعملوها على الكالكوليتر هنا بعملوها على الكالكوليتر واختصر تطلع لي 1. طب انا عايزه الستاندرد ديفيشن يا دكتور، ده البوزيتيف سكوير روت مين؟ السيجما سكوير اللي هي تطلع 1.08، ولازم اكتب البوزيتيف سكوير. في مشكله في الكلام ده؟ في مشكلة في الكلام ده؟ رولز محفوظة وطبقة. الفكرة كلها إن أنا إيه؟ أبقى فاهمة إن الشكل ده هو عبارة عن إيه؟ بي دي إف. بس بدل ما جابها لي صورة إف أوف إكس كتبها لي بالإيه؟ بالديفينيشن بتاعها. وبدل ما يقول لي probability إن إكس بتساوي إكس جابها لي probability إن إكس إيكوالز إيه؟ إيكوالز إيه؟